السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الإملاء، دائما ضمن الأسبوع الأول من الوحدة الثالثة. وسائل الاتصال والتواصل، المرجع مرشدي في اللغة العربية للمستوى الخامس. نبدأ على بركة الله. عنوان درس اليوم الهمزة المتطرفة. إذن الهمزة المتطرفة، أقرأ وألاحظ. قرأ القارئ نشرة المساء بكل هدوء، قراءة لا تباطؤ فيها ولا سرعة. إذا قرأ همزة متطرفة، قرأ القارئ نشرة المساء بكل هدوء، قراءة لا تباطؤ فيها ولا سرعة. إذا لاحظوا معي في هذه الكلمات بهذه الجملة همزة متطرفة، كتبت على الألف، على شبهياء، على السطر، على السطر وعلى الواو. إذن حلل. قرأ موضعها على الألف، حركة ما قبلها فتحة. إذن حركة ما قبلها فتحة، كتبت على الألف، حركة ما قبلها فتحة. تباطؤ، كتبت الهمزة على الواو، حركة ما قبلها ضمة. القارئ، كتبت على شبه الياء، حركة ما قبلها كسرة. المساء، كتبت على السطر، حركة ما قبلها الألف، يمكننا نقول سكون ميت. أيضا هدوء، كتبت على السطر، حركة ما قبلها واو أو سكون ميت. القمر مضيء، كتبت على السطر، حركة ما قبلها ياء أو سكون ميت. جزء، كتبت على السطر قبلها سكون حي، سكون حي. إذن تكتب الهمزة المتطرفة على الألف إذا كان قبلها فتح، على الواو إذا كان قبلها ضم، على شبه الياء إذا كان قبلها كسر، على السطر إذا كان قبلها ألف أو واو أو السكون أو ياء أو سكون. إذن أعلل سبب كتابة الهمزة المتطرفة فيما يأتي. شاطئ، لجأ، مساء. إذن كتبت الهمزة المتوسطة على شبه الياء لأن قبلها كسرة. شاطئ، كلمة لجأ كتبت الهمزة على الألف لأن قبلها فتحة. مساء، كتبت الهمزة على السطر لأن قبلها سكون ميت أو ألف. إذن شاطئ، كتبت الهمزة على شبه ياء لأن قبلها كسرة. لجأ، كتبت الهمزة على الألف لأن قبلها فتحة. ميناء، كتبت الهمزة على السطر لأن قبلها سكون ميت أو نقول قبلها ألف. أكتب الهمزات الناقصة في الكلمة التالية. إذن سوء، ستكتب الهمزة على السطر لأن قبلها واو، واو أو سكون ميت. يقرأ، ستكتب على الألف لأن قبلها فتحة. شاطئ، ستكتب على السطر لأن قبلها سكون ميت أو ياء. يجيء، يا جيء، ستكتب، عفوا، شاطئ، ستكتب على الياء ليس على السطر. شاطئ، ستكتب على الياء لأن قبلها كسرة. ستكتب على الياء لأن قبلها كسرة أو على شبه الياء. يجيء، يجيء ستكتب على السطر، يجيء هي التي تكتب على السطر لأن قبلها ياء. إملاء، ستكتب على السطر لأن قبلها ألف أو سكون ميت. صحراء، ستكتب أيضا على السطر لأن قبلها ألف أو نقول له سكون ميت. يجرؤ، ستكتب على الواو لأن قبلها ضمة. أسماء، أسماء ستكتب على السطر لأن قبلها ألف. أقرأ وأعلل سبب كتابة الهمزة على الألف أو الواو أو الياء أو السطر. إذن يسطع نور القمر في السماء. إذن في السماء كتبت الهمزة على السطر لأن قبلها
ألف، ألف أو سكون ميت. إذن يدعو المسيء ربه ليغفر له. إذن كتبت الهمزة على السطر لأن قبلها ياء. سطري لأن قبلها ياء. إذن تكلف كل واحد منا بجزء من عمله، سنحدد الكلمات التي نعلل كتابتها بجزء من العمل. إذن كتبت الهمزة على السطر صراحة الكلمات كلهم الهمزات ديالهم تكتبوا على السطر. إذا على السطر كتبت الهمزة المتطرفة على السطر لأن قبلها سكون حي. سكون حي إلى هنا كنا قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.